السلام عليكم. هذا الفلوج طبعا اعذروني على الاسلوب ما في من هسه لان انا مريض وداخل الفلوج غصب يعني. احنا اليوم بمنطقه بكركوي. منطقه بكركوي طبعا هي تقريبا بوسط اسطنبول، تقدرون توصلوا لها بالمترو، بالمتروبوس، بالباصات، كل شيء، بس السفينه، حتى السفينه يعني. يعني هذا الدوار اليم المترو، طبعا مدينه العبك صغيره يمه، وكم محلات مال ستوكات، يعني شنو انه ماركات تقليد يعني، واسعاره كلش 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 رخيصه. هذا السوق شغلاته حلوه صراحه، وهم بي كل شيء، المنزليه والملابس، النظارات، كل شيء كل شيء يعني. وان هذا محل نظارات كلها شو يسموه، انه عنده ماركات، بس شلون اهل الماركات عارف فيها، لان راح وكتفه بها بسعر كلش كلش رخيص، كل الالوان، كل الموديلات، كل شيء كل شيء موجود. انا اخذت هاي، هاخذ هاي همين، تمام. وعنده هذا، هذا كلهم واسعاره كلش حلوه يعني، ما غاليتهم، غاليه مالتهم تتجاوز 40 دولار تقريبا. طبعا الاسواق اللي هنا كلها خرافيه، جديات وشغلاتهم كلش كلش حلوه ورخيصه. يعني انت تقول الغالي، اكو غالي، اكو محلات بها غالي، بس انه موديل السنه والموديل مال العام كلش هاك. شوف 25 ليره يعني ايش قد، 5 دولار تقريبا، 6 دولار. هذا نشوف الاسعار كلش كلش رخيصه. الدولار طبعا باربع ليرات هسه حاليا. طبعا نفاهة الشوارع والراحة والهدوء اللي هنا وكمية الهواء النظيف مخيفة، تجنن والله العظيم. طبعا ها، لا احد لحد يسالني انه شلون اوصل على منطقة، اكو برنامج خليكم يا جاوب الوصف او اسمه، او هذا اسمه نزلوه وكتبوا بكركوي، بس هو يقول لكم شلون تجون اذا انتم باسطنبول. اوكي، قلت لكم انه هنا كل وسائل النقل موجودة، فالوصلة هنا سهلة وسريعة من اي مكان، من اي مكان. حلو، هاي مشكلتين نحن، العنوان والاسعار راحن، لا احد يسالني عليه. شوف حتى العمارات هيك مغطايه باشجار ومرتبه، تسوي لك نفس تقعد بالبيت او تبيح او كل شيء، صح؟ عادي تسوي نفس اي شيء، اي شيء. وين ما اروح اسعاف، وشلون اجيب ميتين اني؟ طبعا هذا مقهى زوم كلش 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 مشهور، هذا المقهى وكلش حلو يعني، مشهور اكيد اذا تعرفوه فانتوا قيموه. طبعا هو مقهى ما ادري بكل مكان، بس بهالمنطقه كلش كلش هواي اكو له فروع، والباي كونسبت هنا هم موجود، وكل شيء هنا، كل شيء هنا يعني. منطقه قاعد اقول لكم فول راقيه، فكل شيء تلقون بيها يعني. شوف هاي الحديقه شلون حلوه، هاي حديقه مال عماره، شلون كبيره وحلوه تجنن، والشارع هم يجنن. يابا والله حبيت المنطقه والقران. بعد يومين اجي هنا. طبعا هسه احنا بالميدان مال بكركوي، الميدان بكل منطقه معناها مركز المنطقه اللي هو بيه كل شيء كل شيء. فيلا خليني اشوفكم الاجواء البي والمحلات والعالم. يلا الحلو بشوارع انه كلش نفهه وكلش هادئه يعني، والشوارع الرئيسيه مليانه ناس، كلش كلش حبيت هالشيء. خب الخضار الموجود بالشوارع ما احكي لكم، قصه جنن. شباب اعتقد هنا وصلنا نهايه الفلوج مال اليوم. رحنا على منطقه بكركوي، المنطقه اسمها بكركوي، بنص اسطنبول الاوروبيه، الجزء الاوروبي من اسطنبول. طبعا المنطقه مليانه اسواق، مليانه اسواق، ومنطقه سكن خرافيه، حبيتها والله حبيتها كلش. فاللي ما مشترك بالقناة يا ريت يشتركوا حتى يتابع الفيديوهات الجديدة، إن شاء الله الفيديوهات الجديدة راح تعجبكم أكثر من مناطق مختلفة من اسطنبول. والمشترك لا تنسى اللايك والتعليق حبيبي، يعني مو دائما بس تباوع وتروح، يعني ما يصير ترى المندة أتعب لأداني طالع وما أدري شنو. أوكي، وادعوا لي بالدن الموفقية الموفقية بالنجاح، شنو الموفقية بالدوام، الشفاء العاجل، شنو هاي السوالف. لا يلا، المهم دمتم بخير، باي باي.